ابراهيم. ايه يا شيماء؟ ياسمين تعبانه قوي. عندها ايه؟ مش عارفه يا ابراهيم مالها. لا اله الا الله. طب ودلوقتي هوديها فين؟ طيب ده الدكتور فاضل له ساعه ويقفل. طب انا مش عايزه اعرف ان هي رايحه للدكتور. طب قولي لها بابا يفسحك ولا هو هيوديها اي حته. خلاص ماشي. طب انا اروح استناك عند العربيه. حب غيره غير بلاش غير روح فين يا ابراهيم؟ يا حاج جهز العربيه. ليه يا ابراهيم؟ عشان ياسمين تعبانه قوي يا حاج. معلش يا حبيبي الف سلامه ليك. يا ابراهيم. ايه يا شيماء؟ خدي ياسمين عشان توديها الملاهي. ماشي يا شيماء تعالي ياسمين يا حبيبي. سبع حبيبي. بابا قول لي رايحين فين؟ رايحين يا حبيبتي للدكتور، بعت لي هنشوفه عايز ايه وبعد كده اوديك الملاهي. ماشي يا بابا. يلا بابا حبيبي. يا عم انت بص مش عارف اجيب بضاعه للمحل. يا ام ياسمين عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله. امال فين ابراهيم؟ راح مشوار. انا جايه لك في حاجه تخصني انا يا قاسم. اتفضلي اتكلمي. انت عارف ان ابراهيم اتجوزنا غصب عني وخلاني كتبت له كل املاكي. وبعدين؟ انا عايزاك ترجع لي املاكي يا قاسم. والمقابل؟ هديك نص املاكي. موافق. ازيك يا دكتور؟ يا ابراهيم. ياسمين يا دكتور. انا يا حاضر. بابا راح فين؟ الدكتور هيطمن عليك يا حبيبتي وانا هروح اجيب لك حاجه حلوه واجي لك على طول. ماشي يا بابا. ماشي يا ياسمين. والنبي يا دكتور خلي بالك منها وطمني عليها. يا حاضر نص ساعه واطمن لك عليها. ماشي يا دكتور. صحيرني في هوايه مع شكوك الناس. الو يا دكتور، انا مرات ابراهيم. امريني. ابراهيم جاي لك دلوقتي في الطريق بياسمين، هطلب من حضرتك طلب. اتفضلي طلبي. خير في ايه؟ عايزاك تقول لابراهيم ان ياسمين عندها مرض خطير. ليه كده يا ام ياسمين؟ انا كشفت على البنت، البنت كويسه وما فيهاش اي حاجه خالص. يا دكتور عشان باباها بيروح الشغل كتير ومهمل فيها ومش مهتم بيها خالص، واكيد انت اب وهتقدر ده. ان كان كده ماشي، انا هعرفه كده اللي عندها مرض خطير وقدامها ايام معدوده. تمام كده يا دكتور، مع السلامه. انا هوريك يا ابراهيم. ياسمين عامله ايه يا ابني؟ والله يا حاج رايح اجيبها من عند الدكتور اهو. خير يا ابني، ربنا يشفيها لك. الله يبارك لك يا حاج. ياسمين بابا. حبيبتي. خير يا دكتور؟ سيبها دي واحده اللي عايزك. هو فين يا حبيبتي؟ بص يا ابراهيم، بنتك في اخر ايامها وعندها مرض خطير قوي، خلي بالك منها واهتم بيها. فين يا دكتور؟ يلا ياسمين عشان افسحك. لا يا حبيبتي ما تخافيش، انا معاك اهو يا حبيبتي. ماشي يا بابا. تعالى حبيبتي. حساس شدني الوسواس حيرني بهوايا عشقك الناس حب غيره غير بلاش غير تعالى في الحب. يلا بدينا مجانين عايز بيتك العاس شدني الوسواس حيرني بهوايا عشقك الناس. حبيبتي انبسطت النهارده؟ ايوه يا بابا. بقى عايز اقول لك حاجه. امور يا حبيبتي. لما الراجل يجي يقول له اكتب الاسم كل حاجه باسمين، ما تكتبوش الفيلا باسم ابراهيم. عينيا الاتنين ليك يا حبيبتي، كل حاجه هكتبها باسمك انت يا حبيبتي. ياسمين. نعم يا ماما. عملتي اللي قلت لك عليه مع بابا؟ ايوه يا ماما. والورقه اهي. شطوره يا ياسمين. ياسمين عامله ايه يا ابني؟ والنبي يا حاجه تدعي لها، الدكتور رحت له قال لي ياسمين في اخر ايام حياتها. يا حاجه ادعي لها. حبيبتي يا بنتي. شدني الوسواس حيرني. ياسمين حبيبي هات مفتاح العماره بتاعتي. تكلمي كده ليه اصلا؟ وعمارتي اصلا بتتكلمي عليها؟ انا نسيت اقول لك، العماره والعربيه والمحل اللي كتبتهم لياسمين بقوا بتوعي. شدني الوسواس حيرني هوايا عشقك الناس. ايه رايك بقى كده؟ كل حاجه كتبتها لياسمين طلعت مزوره، عارفه ليه؟ عشان ياسمين لسه ما تمتش 21 سنه ودماغك اللي وصلتك كده، وانت ما تستاهليش تعيشي معانا. يلا ياسمين.